بعد اليوم راح نسوي تحدي. اوكي يا جماعة، طبعا اليوم راح نسوي تحدي ان عجلة الحظ راح تختار لبسي وراح تختار اكلي، اوكي، والمكياج، كل شيء راح تختار. عجلة الحظ، يلا نبدأ. قبل ما نبدأ تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس عشان تلاقون فيديو جديد. يلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي يا جماعة، مثل ما تقدروا تشوفون عجلة الحظ فيها اسم دول قريبة ونعرفها. اوكي، اول شي راح نختار الميك اب طبعا. يلا تمام، ميك اب بحرين. تمام، راح نسوي ميك اب بحريني. طبعا ميك اب بحريني يعني يكون خفيف وود حلو. يلا نسوي ميك اب بحريني. الحين يا جماعة دور الشعر، راح نشوف اي شعر راح يطلع. يلا بسم الله. سوريا. تمام يا جماعة، طبعا انا الشعر سوريا. يلا نبحث عن شعر سوريا واجيكم. يا جماعة الحين احنا حطينا الشعر السوري. يلا الحين راح نشوف اللبس اللي راح يطلع لنا. يلا بسم الله. لبس بحريني، واو. يلا نلبس. طبعا بحريني يلبسون جلابيات، بحريني يلبسون الفاضي، نلبس جلابية لان اخر مرة لبس جلابية. اوكي جماعة مثل ما تشوفون الحين احنا لبسنا. الحين راح نشوف الاكسسواريات. اكسسواريز انزين، اي بلد؟ امريكا. طبعا اكسسواري امريكي يعني وايد يكون سمبل وايد سهلة وبسيطة. يلا نشوف. الحين خلصنا يا جماعة، الحين راح نشوف اخر شيء اللي هو الشنطة، ان اي واحدة راح تكون. يلا تقريبا اي واحدة راح تكون من اي بلد. يلا خلينا نشوف. اوكي الحين صبروا يا جماعة شوي، خربطنا بين تمام. يلا بسم الله، نشوف شنطة من اي بلد. سعودية. اوكي يلا ناخذ. انطلقنا الحين عشان نشوف ان اي اكل راح ناكل. تمام، مثل تشوفون هاي السكين جهاز يعني لبس بحريني وميك اب بحريني، شنطة سعودية وشعر سوري وكسور امريكي. يلا نروح الحين راح نشوف الاكل حقنا من اي بلد. يلا الحين غيرت البيت، راح نروح داخل راح ندخل البيت الحين وراح نشوف عجلة الحظ ان اي اكل راح يطلع لي يعني من اي بلد. الحين نشوف ان الاكل من اي بلد راح يطلع لي. يلا نشوف. تمام الحين راح نسوي عجلة الحظ. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا اوكي، يلا 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 الحين نشوف سعودية. وراح نشوف مرة ثانية الحين هذا الأكل. أمريكا. أوكي سعودية طبعا الكبسة المشهورة اللي يعرفونها، وأمريكا طبعا همبرجر أند فرنش فرايز. يلا ناكل، راح ينعجني وراح ناكل. ما الحين ناكل، بسم الله. يم 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 يم، وايد يمي. يم 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 يم. وبس كذي وصلنا نهاية الفيديو. إذا حبيت الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لأن كل كبسة مرة لذيذة. وتبون تحديات كذي قولوا في التعليقات. يلا مع السلامة.